بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. يقول مولانا في الآية 45 من سورة آل عمران عليه السلام: إذ قالت الملائكة يا مريم يا سلام. شو القدر اللي عندها ربي سلام؟ ملائكة من نوع خاص مبشرات، ملائكة يبشرون. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، يعني وصل لك معلومة زيد سعادتك بها، خاطر ما كانش بالها اللي مش تكون أم سيدنا عيسى عليه السلام. وما أدراك سيدنا عيسى، خلقهم الروح كما خلق أبانا آدم عليه السلام من تراب، أبارتير from the dust، أبارتير دين بوسيير que Dieu seul l'a créé et qui l'a transformé en notre père Adam etc. بعد تجي أمنا حواء etc. وبعد تجي ذريته أغلبها الشيطان قارها وأضلها، والناس عاملة روحة تدوح في بالها مختلين متحف الرسول عليه السلام، في بالهم هم من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فك عليك شارب البخة ولا درس تعمل ودور في راسكو تبين اللي انت تلتذي بما تقول. والجماعة ذيك الله أعلم بها نوى الصادق ونوى اللي مثل علينا، وعلى ما يهمنا انت كان صدقت الأجر يرجع لك، وأنا حبيت تعدي علينا الله يمكر بك وأنت لا تعد. Les ruses d'Allah sont toujours dominantes des ruses des sakalais, c'est-à-dire les deux espèces de responsables devant Dieu. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.